الله الرحمن الرحيم. معالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية. معالي الأخ العزيز السيد محمد بن عبد الله القرجاوي وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة سفراء الدول العربية الشقيقة، السيدات والسادة الحضور الكرام، يسرني في البداية أن أرحب بكم جميعا في جمهورية مصر العربية التي تعتز دائما بضيوفها الكرام من كافة الدول العربية الشقيقة، حيث نشهد اليوم الاحتفال بمرور 50 عاما على انطلاق العلاقات الدبلوماسية والأخوية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الاحتفالية التي تعقد برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت شعار مصر والإمارات قلب واحد. وبمشاركة هذا الجمع المتميز رفيع المستوى من السادة الوزراء وممثلي حكومتي البلدين والسادة سفراء الدول العربية الشقيقة وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني المصري والعربي، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات التنموية الدولية والإقليمية. كما يسعدني الإشادة بروح الأخوة والتعاون التي كانت وراء إطلاق هذه الاحتفالية التي تمتد على مدار 3 أيام لتغطي مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي. السيدات والسادة، إن هذه المناسبة الغالية تمثل فرصة مهمة يجب علينا أن نستثمرها لتنمية القواسم المشتركة وتأكيد معاني الأخوة في الجسد العربي الواحد. فدولة الإمارات العربية المتحدة كانت دائماً أول المساندين للدولة المصرية في أدق اللحظات الفارقة في تاريخها الحديث، ومصر وأبناؤها كانوا دوماً حريصين على أن يسهموا بجهودهم على أرض دولة الإمارات من خلال عملهم في مجالات التعليم والصحة والثقافة والقضاء، وكانت حبات عرق المصريين حاضرة وبقوة إلى جوار جهود أشقائهم في بناء معالم دولة الإمارات الحديثة التي نفخر بما حققته من إنجازات عالمية على كافة المستويات. الحضور الكريم، ترتبط كل من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعلاقات تاريخية وثيقة وممتدة في مختلف المجالات، وينعكس عمق واستثنائية العلاقات المصرية الإماراتية التي تمتد جذورها إلى الراحل الكريم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، لتزداد عمقاً ورسوخاً في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال حرص القيادة السياسية في البلدين على تبادل الزيارات دائما. فقد جمع بين الزعيمين لقاءات متعددة خلال السنوات الأخيرة، تكللت بلقائهما على أرض مصر في أغسطس الماضي في إطار الرغبة المشتركة في تبادل الرؤى بشأن القضايا الدولية والإقليمية والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية، والتأكيد على أهمية توحيد الجهود الرامية إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، حيث شهدت السنوات الأخيرة تنسيقاً وثيقاً تجاه القضايا الرئيسية. ولقد تبلورت ملامح العلاقة الاستراتيجية بين البلدين في السنوات الأخيرة لتمثل نموذجاً مبهراً للعلاقات العربية القادرة على مواجهة التحديات في مختلف المجالات من خلال العمل المشترك والدعم المتبادل خلال الأزمات، حيث اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات استباقية لتقديم الدعم للدول العربية المختلفة خلال الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة، وآخرها جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي وجهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي وما أعقبها من اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية التي أحدثت موجة من الاضطرابات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية على مستوى العالم، وضاعفت التحديات المتعلقة بتوفير التمويل اللازم لبرامج الرعاية الصحية والاجتماعية ومختلف برامج التنمية، وهو ما استدعى بدوره عقد الشراكات الفاعلة وبالأخص بين دولنا العربية الشقيقة
في محيطنا العربي. السيدات والسادة، في إطار الحديث عن الشراكات، أود أن أغتنم هذه المناسبة للإشادة بحجم الشراكات الاستثمارية والتجارية والصناعية بين مصر والإمارات، والتي انعكست زيادة وتيرتها في السنوات الأخيرة إيجابياً على حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر وعدد الشركات الإماراتية العاملة في السوق المصري. فعلى صعيد الاستثمارات الإجنبية المباشرة، ترتبط مصر والإمارات بعلاقات استثمارية قوية، ولا سيما في الفترة الأخيرة من خلال الشراكة المصرية الإماراتية في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية، وهو ما انعكس في ارتفاع إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر لتسجل نحو 4.6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2021-2022، لتحتل بذلك الإمارات المرتبة الأولى بين الدول المرسلة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بحصة تقدر بنحو 29% من إجمالي الاستثمارات الإجنبية المباشرة المتدفقة إلى مصر خلال تلك الفترة، ونحو 72% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة العربية المتدفقة إلى مصر خلال نفس الفترة. وقد حرصت الدولتان على تأسيس الدعائم التي من شأنها تعزيز حركة تدفق التجارة والاستثمارات بين البلدين، وهو ما ترجمه إبرام كل من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة لعدد من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي من أجل تشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين. من جانب آخر، تعتبر القوى العاملة المصرية رافداً رئيسياً للتنمية الاقتصادية في الإمارات منذ عقود في إطار علاقات التعاون والأخوة التي تجمع بين البلدين، والتي رسخ أواصرها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة. ففي هذا السياق، شهدت تحويلات العمالة المصرية العاملة في الإمارات ارتفاعاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2021-2022 لتصل إلى 3.3 مليار دولار، لتحتل الإمارات بذلك المرتبة الثالثة من حيث الدول المرسلة لتحويلات العمالة إلى مصر. الحضور الكريم، أود هنا أن أؤكد على حرص جمهورية مصر العربية على التوجه المستقبلي نحو المزيد من تعزيز الشراكات الاقتصادية الناجحة مع شقيقتها دولة الإمارات العربية، ولا سيما من خلال التوجه إلى أولاً تنفيذ عدد من المشروعات الإنتاجية لا سيما في المجالات الزراعية والصناعية لزيادة مستويات الاكتفاء الذاتي لتقليل مستوى تأثر الدولتين بالاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية. ثانياً، المشاركة الفعالة من قبل المستثمرين الإماراتيين في برامج الطروحات وآليات الشراكة مع المستثمرين الأجانب في إطار توجه مصر نحو تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول خلال المرحلة المقبلة. ثالثاً، التنسيق والتعاون بين صندوق مصر السيادي والصناديق السيادية في الإمارات لتنفيذ مشروعات في المجالات ذات الأولوية بين البلدين لتعظيم العائد على الأصول الاستثمارية للدولتين وتعظيم ثروات الأجيال المقبلة. رابعاً، مساهمة القوى العاملة المصرية الشابة المتميزة في دعم جهود التحول الرقمي، ولا سيما التحول نحو الحكومة الذكية في ظل توجه الإمارات لتنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي والاعتماد على تلك التقنيات في تقديم الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، حيث يمكن للكوادر الشابة المصرية المؤهلة أكاديمياً أن تسهم بشكل فاعل في دعم هذه الجهود وتعظيم المكتسبات العالمية التي حققتها الإمارات في هذا الصدد. الإخوة والأخوات الكرام، يأتي انعقاد احتفالية اليوم ليتيح المجال لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة ولعقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الحكومة وشركات القطاع الخاص
هذا إلى جانب إتاحة الفرصة للتعرف على أحدث الخدمات التمويلية والاستثمارية والمنتجات التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية المشاركة لدعم القطاع الخاص بين البلدين، وهما يجعل هذه الاحتفالية تمثل محفلاً لتوطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، ولتعظيم استفادة كل من مجتمع الأعمال المصري والإماراتي من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة، وأبرزها قطاع الصحة والتصنيع الدوائي والتطوير العقاري وقطاع الخدمات المالية والتحول الرقمي وقطاع البنية الأساسية والاتصالات والزراعة والتصنيع الغذائي وغيرها. هذا إلى جانب الفرص الواعدة للتعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي ودمج البعد البيئي والتعافي الأخضر. وفي الختام أؤكد مجدداً اعتزاز الدولة المصرية بالتعاون الوثيق والشراكة التنموية المتميزة مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مختلف المجالات، تعزيزاً للمسيرة التنموية الناجحة للبلدين، وأتوجه بالشكر لكافة الجهات الإماراتية والمصرية المعنية المشاركة ولجميع القائمين على الإعداد والتنظيم الجيد لهذه الاحتفالية، مع تمنياتنا لكم جميعاً بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.